اسمع ابو عمدو، جناب الكومندان مستعد يسامحك ويعفي عنك اذا بتخبرنا كل شيء بتعرفه عن ابو شهاب وابو حاتم وجماعتهم اللي هربوا من حارة الضبح، واذا بتدلنا وين مخبئين الضابط والعناصر اللي قاسرين هون. مو بس رح يسامحك الكومندان، لا رح يعطيك مكافأة كتير كبيرة. بس انا ما بعرف شيء. والسلاح الالتقط معك؟ السلاح مو لي، عناصر الدرك اللي عندكم هن اللي لبسوني يا تهمي. وكنتوني لتاش وين مسيحي؟